السلام عليكم الاخوان الاخوات. صراحة هذا اليوتيوب وهذا الشيء ديال مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك سواء غيره بالنسبة للناس اللي تيسميو راسهم مؤثرين وتي يسميو راسهم بانهم تيتواصلوا مع الناس بواحد السلاسة بواحد الطريقة، فإلا ما كانش الانسان عنده واحد النسبة معينة ديال الوعي، واحد النسبة معينة ديال انه يعود يفراني راسه ويعود يعرف بانه راه تيمثل ماشي غير راسو بوحدو، ولكن تيقدر يكون تيمثل مدينتو، يقدر يكون تيمثل بلادو، يقدر يكون تينقل واحد الصورة معينة اللي تقدر تعود عليه بواحد سواء بالنفع سواء بطريقة سلبية. فهادشي اللي وقع لهاد الفلسطينية هادي اللي صراحة سخنات عرفتي. دابا الانسان فاش ما تيكونش عنده واحد النسبة ديال الوعي وما تيكونش كبير وما تيكونش كيف تنقولو تقيل، تيطيح في المحظور وتيتقلق ولي تيتصحاب ليه، واش بحال تيهضر مع واحد انسان بوحدو في الشارع، تولي تيتصرف مع وسائل التواصل الاجتماعي بحال تيتواصل مع انسان عادي في الشارع، تيولي يقدر يتخاصم ويقدر يعاير يقدر يسب يقدر يقول شي حاجه ماشي هي هذيك اللي تقدر تحسبه ضده، يقدر يخرج. كاين دابا كاينين الناس اللي عندهم مثلا ديك القناه ديال اليوتيوب هي مصدر الرزق ديالهم، كاين الناس مثلا اللي هذيك القناه ديال اليوتيوب هي اللي خدام تياكل ويشرب منها، يعني هو اللي هو العلاج باش انها هي تسوفيف من الحياه، ولكن تنسى واحد الوقيته راسو تيولي تيشير كيف تنقولوا تيولي تيشير وتيقيس تيطيح في المحظور وتيقيس المحرمات او تيقيس شي حاجه اللي ما خصوش يقيسها. فكمثال هاد الفلسطينيه اللي صراحه هي كانت هي تتهضر بحال هكا، شويه سولوها شي وحدين قالوا لها حقا واش ام احسن فلسطين ولا المغرب، فهي فقدت السيطرة بدات تتعاير شوية، ردوا عليها هذوك اللي سولوها شوية ولات تترد عليهم شوية، تكبر الموضوع شوية بدات تتسب شوية تقول لهم انا ندير لكم فعل لكم كذا، المهم بدات تتعاير. ما علينا، دابا النصيحة لأي يوتيوبر خصو يعرف بأن هذوك الناس اللي تيكتبوا ما عرفتيش كاع شكون هو هذاك السيد اللي تيكتب، وهادشي تنقولو دائما انا تنقولها وتنعاود نقولها، هذاك الانسان اللي انت تتخاطبو ومن وراء الستار راه ما عرفتيش شكون هو، ما عرفتيش شحال في عمرو، ما عرفتيش شنو المستوى التعليمي ديالو، ما عرفتيش الماهيه ديالو، ما عرفتيش شنو هو السبب علاش دار هذاك التعليق. فإلا علقتي ورديتي عليه بواحد الطريقه معينه خصك حتى انت تكون عندك هدف علاش رديتي عليه، وتكون ذكي في الرد ديالك، ماشي انسان عايرك انت تعايرو، الا عايرك ما خصكش انت تعايرو، لانه هو عايرك هو ما معروفش، ولا عايرتي انت راك معروف، راه هو اللي انتصر عليك، واخا هو يعايرك غير بمعيورة عادية وانت تعايرو وتعرق ليه وما عرفاش دير ليه، ولكن راه انت اللي طحتي في المحظور. علاش؟ اولا هذيك المنصة ديالك انت، وانت اللي كتسترزق منها ولا كترزق منها ولا الله اعلم، وانت اللي عول على هذيك المنصه، وهو راه دخل دار تعليق ولقاك تجاوبتي معاه هو يعاود يرد عليك وانت ترد عليه هو يعاود وسكرين هذاك الشيء وكذا، ويقدر على ظهرك هو يطلع القناه ديالو. ولهذا انسان الى عنده شي قناه في اليوتيوب خصو يفراني، يكون عنده الفرانات، خصو يفراني راسو يعرف بانه راه مسؤول على كل كلمه يقولها في وسائل التواصل الاجتماعي. وصراحة تعجبوني شي وحدين تيقراو التعاليق تيدير فيها فن وتيفوت داك التعليق اللي مثلا علق عليه شي واحد، وكاين شحال واحد مثلا انا نيت بالنسبة في القناة دابا تيعلقو في الواتساب، حيت انا قاعد داير الواتساب، والواتساب بطبيعة الحال ما دايرش النمرة ديالي، انا دايري واحد النمرة دايرة ابار، وتنشوف تنطلع على الواتساب مرة في النهار ولا مرة في يومين وتنجاوب الناس الاخوان وهداك الشي. فإلا جيت انا نهز هذوك الاوديوات اللي كيجوني وكذا وكذا، بطبيعه الحال 99% ديال الاوديوات وديال اللي سميتو كلهم الناس الامر دار نقيا بعقلهم، ما كاين جمعه مباركه الادعيه كذا كذا، ولينا كيخرج شي واحد ما حملكش كاع تصور نتايا مثلا شي حي ولا شي سيكتور ولا تقول شي كلمه ولا تقول شي عباره يقدر ينزل عليك بالمعيور السبان. وبطبيعة الحال انا بحكم العمر ديالي وهداك الشيء وكذا انسان ماشي شي واحد صغير ولا شي حاجه، حنا ربما العمر ديالو نقدر نضربو انا في جوج، ف
فما تنديش في هذاك الشيء بطبيعه الحال. ممكن انا عاوتاني المشكل هو كاين شويه تيديروا النمره ديالهم، تيدير النمره ديالو بيرسونيل وتنديرها بديك كاب كال ولا سميتها ديك كال فون كال ولا سميتها، وتطلع لي السميه ديالو. يعني انسان احمق، صافي احمق، تيشبع فيك سبان وداير النمره ديالو احمق. فما بطبيعه الحال انا ما غاديش الان ما نتابعو لا قضائيا لا والو، ما عندي به غرض، ما عنديش فيه المشكله النهائيه. انت ميك عليه تنيجليجي وشي وحدين قاعد تنبلوكيهم وصافي. ولاني الحمد لله والشكر لله حنا المغاربه تنعرفوا بعضياتنا وتنعرفوا بان المهم واحد 95 تل 98% من كلهم التعاليق ولا لي ميساج كلهم الله يعمر هدر ناس ما داكش يرفع. علاش؟ ربما بحكم المحتوى اللي تندير، لان المحتوى ديال الناس كبار وديال الناس بعقلهم وديال الناس اللي هما كيف تنقولوا الاغلبيه ناس مقيمين بالخارج، جاليه مقيمه بالخارج، متعطشه لسماع سميتو ورؤيه ولاد بلادها وبلادها. فهاد الشيء علاش ربما هذا الشيء باش انا يعني الناس اللي عندي انا ربما في القناه داك الشيء علاش نقين اكثر، لان الناس اللي تيدخلوا عندي عارفين بانهم اش بغاو يشوفوا بلادهم، بخلاف هذوك الناس الاخرين تيكونوا مثلا دايرين قنوات فيهم ديك شوفوني وكذا واسمو، تيدخلوا عندهم دراري صغار، تقدر تدخل عندهم واحد 16 عام 17 عام 19 عام، يعني طاب ما عنده سوق يقدر غير يدخل ويعاير ويخرج ويمشي في حاله ويخليك انت يخليها هي تقلعي بوحدها. وجبتي يعني كاين بعض المرات يقول لي دري صغير يبغى غير يقشب ويضحك وباغي يجرب باغي غير يفرض ذاته ويقول نحن هنا رانا حنا كاينين في هذا على وجه هذه الكره الارضيه، وتيغلطوا مساكن تيردوا عليهم. ما خصهاش ترد، ما كاينش عليها ترد. احسن جواب لاي اساءه هو السكوت، هو لا نيجليجونس. نقول لكم واحد المثال تيقول لك الضعفاء ينتقمون والاقوياء يسامحون والاذكياء الانيور يتجاهلون. وفهمنا؟ فانت شوف راسك منين. الى حاولتي تنتقم عارف راسك راك ضعيف، ولا سامحتي عارف راسك راك قوي، ولا تجاهلتي عارف راسك راك ذكي. فهمنا؟ هذه هي الحياه، وهذا هو اليوتيوب، هذا هو العالم كامل، ماشي اليوتيوب، ماشي هذا هو وسائل التواصل الاجتماعي. فانت حطيتي راسك في واحد المرتبه، واحد سميتو اللي الناس كيشوفوك في شكل، وانت يا هبطتي راسك فاش بديتي تعاير وتتسب. طبيعة الحال انا بالنسبه ليا كنرد انا على الكراغيلة فاش تكون تيقن منه بانه كرغولي وبانه سميتو عليه، بطبيعه الحال كنعطيه الماضي، ولاني بطريقه معينه كنبين ليه هو راه ما تيخلي ما تيقول، فهمتيني كذا كذا. ولكن تقدر نقول له انا غير واحد الكلمه طق 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 وتنفوت، ولينا ما نعاودش نقول ليه نرجع ليه للتعليق ديالو صافي، تنعطيه تعليق واحد وتزيد في حالتي. وبعض المرات تنكون تنقلب التعاليق وتلقى تاني الناس المغاربه رادين عليه شي تيكون وصلوا شي 30 ولا 40 تعليق اخر سو تعليق. وجبتيني ديك السو تعليق تلقاو الخوت ما كاين غير الله يعطيك الصحه، ما كاين غير سميتو عليه يعني خرجوا ليه من الناس سميتو، تنقول لي بارك عليك غير هادشي. وهادشي اللي بغيت نقول، زعما الانسان فاش يكون عنده واحد القناه في اليوتيوب او لا يكون عنده واحد المحتوى خصو يحافظ عليه ويمشي في نفس النهج ويحاول ما يخرجش على الخط ديالو. بطبيعة الحال عنده واحد الرسالة تيحاول يأديها بواحد الطريقة معينة، يحاول يحترم دوك الناس ودوك الناس اللي عنده في القناة. تفهمنا؟ لأن راه كاينين الناس في راسك راه تيتفرجو فيك وتيحترموك بزاف، فخصك انت ما تهبطش لشي مستوى وتجعلهم انهم يندموا علاش احترموك. هادشي اللي بغيت نقول لهم هاد الأخت هادي الفلسطينية اللي جاوبت هادوك الناس وما عرفاتهمش كاع شكون هما، ما عرفاتش شحال في عمرهم وما عرفتش كاع الماهية ديالهم. وما عرفاتهم شكون، واش ربما كاع من مغاربه ربما جزائريين، وفي الغالب اللي تيكونوا تيدخلوا بحال هكا وتيحاولوا يخلقوا الشناءن. وراه الجواب سهل، فاش يسولك شي واحد يقول لك ما احسن فلسطين ولا المغرب، وعطيه الجواب اللي بغاه، هو تيتسناك تقولي ليه المغرب، قولي ليه المغرب. واش تي انا نعاود لكم واحد الانيكدوت كانت وقعت
كنت ديك الساعة باقي صغير، هو سولني سميتو واحد خالي وكانت حدايا الوالدة، هو يقول لي يا خالي، قال لي شكون عزيز عليك، واش باك ولا امك؟ وانا ندي الطق يتبان لي الوالدة حدايا، هو سيتسناني نقول له حيت الوالدة يا اختو، قلت له عزيز علي الوالدة، هو يقول لي وكو كان حداك الوالدة اش تقول؟ قلت له غنقول الوالد، هو يقول لي اذا انت دابا فهمتي، هو ما فهمش، قال لك والله ما عندي ما يسالك جواب هو هذاك، ولكن قال لي ولي نفرض كانوا بجوج، قلت له ديك الساعه غادي نقول عزاز عليا بجوج، فهمنا ان خصك انت تعطي الجواب، انسان ما تعطيش جواب، تخيل مثلا هو قال لك شكون عزيز عليك، واش الوالده ولا الوالد، الوالده جالسه اش غادي تقول له؟ تقول له الوالد، غادي دير فيك الوالده بحال هكا، هي ما غاديش تقلق، ولكن دير فيك الوالده ياك عزيز عليك الوالد، نوض من حدايا يلا، وبقى فهمتيني تبقى يعني، ولكن رغم ذلك تكون طلعتي لها الدم واحد شويه، ولاني هذا هي اشاره، فسولك دوك التعاليق، قالوا لك اما حسن، بحال مثلا انا جا شي واحد وسولني انا ولد مراكش، وجا واحد ولد كازا وقال لي اما حسن مراكش ولا كازا، فهمنا مثلا هي تنعطيه مثال، بالنسبه لي انا راه غادي نقدر نقول له نعطيه الجواب المفيد، نقول له غادي اولا غادي نجاوبه بسؤال اخر، نقول له من اشمن ناحيه، الا بغيتي من ناحيه الخدمه غيقول لك من ناحيه الخدمه مثلا، غادي نقول له فاش خدام انت باش نقول لك واش حسن لك مراكش ولا كازا، واش فاهمنا، الا كنتي خدام في السياحه راه حسن لك مراكش، كنتي خدام في الصناعه وفي كذا والبيع والشراء حسن لك كازا، واش فاهمنا، ما يمكنش لي انا نقول كازا حسن من مراكش، ما يمكنش لي نقول مراكش حسن من كازا، مراكش حسن من كازا في بزاف الحوايج، وكازا حسن من مراكش بزاف الحوايج، وانا فاش نبين ديفولا وتنبين بدل الجو تنمشي لكازا، والناس ديال كازا فاش يبيو بدلوا الجو تيجيو لمراكش، ايوا هذا دليل على انه راه في الاختلاف رحمه، وكل واحد تيمشي للبلاصه اللي لقى فيها راحته، هذا دليل كذلك على ان مراكش عندها مميزات في واحد الوقت معين، وكازا عندها واحد مميزات في واحد الوقت معين، ايوا هذا دي التعليق ديالي على هاد الاخت الفلسطينيه، تنتمنى على انها يعني تدير عقلها وتعتذر، تعتذر من المغاربه وسميتو عليه، وتقول تخرج بواحد الرد فعل، لان صراحه داكشي دات ما كانش على ديرو، وتا دوك اللي تعلقوا ما كانش عليهم يعلقوا بحال هكا، المهم شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.